النهاردة في كارديو أليكس 18 دكتور محمد مدحت. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك دكتور. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ أنا دكتور محمد مدحت، مدرس أمراض القلب في جامعة بني سويف. أهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتور. ممكن حضرتك تقول لنا إيه نظرتك للمؤتمر السنة دي؟ المؤتمر السنة دي فيه حاجات كتير جديدة، ويعني التنظيم بتاعه أكثر من رائع. كل السيشنز بتبتدي في مواعيدها، فده مبدئيا من حيث الأورجانيزيشن. من حيث المواضيع، في مواضيع جديدة زيها زي المواضيع اللي بنشوفها في مؤتمرات خارج مصر حتى، فهو أبديتد بشكل كبير جدا. وحضرتك كان عندك سبيتش؟ انا كان عندي سبيتش عن الليفت مين ستنتنج، او تركيب دعامات لمرضى قصور الشريان التاجي في الشريان الايسر الرئيسي، اللي هو المفروض في السابق قبل يعني استخدام الدعامات في العيانين دول كان بيحصل ان بيستخدموا الجراحه اللي هي اوبن هارت سيرجري. فدي كانت السبيتش بتاعتي يعني. طب دكتور ممكن حضرتك تقول لنا كيف يمكن المعالجه دون اللجوء للعمليات الجراحيه؟ الاول لازم يعني نتفق على حاجه، ان احنا بنبني ليفل اوف اكسبيرينس عند الاطباء. استخدام دعامات من الحديثه اللي هي ممكن تستخدم للليفت مين بالذات، ان احنا نبقى موجودين في مركز مثلا متطور، مركز يستخدم اجهزه متطوره وافضل يعني. كمان مهم جدا استخدام ادويه معينه، الادويه اللي هي بتمنع التجلط اثناء الدعامات، لان اكبر مشكله بتقابلنا واحنا بنركب الدعامات هو ان يحصل تجلط في الدعامه، وخاصه ان الشريان ده شريان رئيسي، فلو حصل جلطه واتقفلت مباشره ده ممكن يهدد حياه المريض. في حين ان الجراحه مثلا اصلا القلب بيبقى متوقف، فما بيبقاش فيه مشكله من الخطر بتاع التجلط ده بيبقاش موجود. فاذا احنا استخدمنا ادويه اللي هي الحديثه لمعالجه تجلط الدم او منع تجلط الدم اثناء تركيب الدعامات، مع استخدام اللي هي الاسلاك المرشده الحديثه، البالونات الحديثه، كل ده بيقلل من نسبه الخطوره. ولازم طبعا يبقى في مكان فيه سيرجيكال باك اب، او يبقى فيه جراحه مستنيه المريض في حاله فشل حدوث يعني فشل تركيب بالنهضة من الدعامات. مرسي جدا يا دكتور، وسعادة جدا بوجود حضرتك معانا السنة دي في كارديو أليكس.